مساء الخير، معاكم مامي سولا. ان شاء الله النهارده هنعمل كيكه اقتصاديه جدا وسريعه التحضير. هنستخدم فيها 3 كوب دقيق، مقدار نص كيلو دقيق، وكوب سكر، وكوب نص لبن يكون سخن مش دافي، يعني هنسيبه على النار حوالي 5 دقايق، وده نص كوب سمنة على زيت، وكيس بيكنج باودر، وكيس فروتي برتقال، وكيس فانيليا، و4 بيض وبشر برتقال. يلا بينا نشوف هنعمل الكيك ازاي. اول حاجة انا حطيت البيض في الخلاط العادي جدا، هنعملها في خلاط عادي جدا، وحطيت عليه كيس الفانيليا. دلوقتي هنعمل الخطوة التانية، وهي ايه؟ يلا بينا نشوف. دلوقتي هنعمل الخطوة التانية، وهي بشر البرتقالة. دي انا بشرها وهنحطها في الخلاط برضو فوق البيض والفانيليا بعد ما ضربناهم حوالي 5 دقايق مستمرين. الخطوة التالية ان احنا هنحط السكر، دي خطوة مهمة جدا، لازم بعد البيض على طول نحط السكر عشان الكيك تنجح معانا قبل السمنة. نضرب السكر كويس جدا في الخلاط مع البيض، دلوقتي انا بضرب السكر مع البيض. وهنعمل الخطوة اللي هي بعد كده، وهي ايه؟ هي ان احنا هناخد الفروتي، فروتي برتقال، ده بيخلي الكيك تحفة جدا لونها وطعمها. عموما لما نيجي نعمل كيك برتقال ممكن نستغنى عن الفروتي برضه، نستخدم عصير البرتقال، الفروتي مفيش اي مشكلة، بس انا بحب جدا جدا الفروتي برتقال او تانك برتقال. دلوقتي هنحط الفروتي في الخلاط عادي مع المكونات اللي فاتت كلها، وهنسيبهم شوية، وبعد كده هنضيف السمنة والزيت. السمنة دي عادية جدا وزيت عادي جدا، هي كيك اقتصادية اللي موجود عندك اعملي. طبعا الكيك دي عايزة اقول لكم ان انا عملتها كتير جدا ونجحت معايا، والاولاد عندي حبوها جدا. دلوقتي هنحط اللبن، اللبن زي ما انا قلت لكم، بسخنه على النار حوالي 5 او 3 دقائق، يعني من 3 دقائق ل5 دقائق. الخطوة دي مهمة جدا ان الكيكة تنجح معاكم مهما كانت مكونات الكيكة، وده السر اللي انا هقول لكم عنه النهاردة، ان اللبن لو سخن معانا، مش سخن مولع يعني، لا لو سخن حلو معقول الكيكة هتنجح معانا. وبعد كده المكونات دي كلها ضربتها في خلاط كويس، دلوقتي هنجيب الدقيق ونحط البيكنج باودر ونقلبه تقليبتين بالمضرب اليدوي. يا ريت لما نيجي نقلب البيكنج باودر في الدقيق ما نفضلش نقلب كتير، يا دوب تقليبتين كده زي ما انتم شايفين اهو. والخطوة اللي بعد كده هعملها، بس طبعا مش عارف اثبت الموبايل عشان اوريكم دلوقتي، انا كنت ضربت الخليط وحطيته في الحلة وضربته بالمضرب كويس وبايدي كمان، مهم جدا احنا بعد المضرب نضرب بايدينا كويس عشان لو في بواقي دقيق تظبط معانا. وهنحط الخليط في الصينية اللي انا كنت مبطناها زي ما انتم شايفين بالشكل ده. طبعا من البداية بكون مسخنة الفرن على درجة حرارة 180، وحطاه في الرف الوسطاني، هحط الكيك زي ما انتم شايفين في الفرن بالشكل ده، وهقفل الفرن. والكيك عشان تنجح معاكم بتاخد حوالي من 40 ل 45 دقيقة. انا عايزة اقول لكم ان انا سبتها بالظبط 43 دقيقة، وكانت بالشكل ده من علامات الكيكة الناجحة معانا ان هي تكون مشققة. لو الكيكة مش مشققة هتكون ناجحة اوكي، بس مش قوي. دي الكيكة العادية الجميلة اللي احنا ممكن ناكلها مع مج لبن او مع كوباية شاي الصبح زي ما انتم شايفين كده، لونها جميل جدا، لونها اورنج حلو جدا ومشققة، شايفين اهو. كل ما كانت مشققة كل ما هتبقى معانا مفرولة وجميلة. انا هقطعها وهي سخنة، مش هستنى ان هي تبرد،
عشان بس وقت الفيديو، لكن هو الصح ان احنا نسيبها تبرد تبقى جميلة جدا. هنا انا قطعتها وزي ما انتم شايفين مفرودة وجميلة جدا. هوريها لكم برضو في الطبق شكلها هيكون عامل ازاي وقد ايه هي سمكها جميلة جدا. بصوا هوريها لكم دلوقتي في الطبق، بصوا الشكل ده اهي، شفتوا عالية ازاي؟ ما بتهبطش مننا طبعا، وده يرجع ان اللبن كان دافي من البداية. شفتوا المنظر جميل ازاي؟ وده شكل الكيكة بتاعتنا. عايزة اقول لكم ان شاء الله تجربوا الوصفة دي هتعجبكم جدا جدا وهتدعوا لي. وزي ما قلت لكم ما نفتحش على الكيكة قبل 40 دقيقة بالظبط، درجة الحرارة 180، وبعد نص ساعة بنعدلها ل 160. ده شكل الكيكة، شايفين قعرها من تحت لونه جميل جدا وهي جميلة. ايه رأيكم؟ يا رب تكون عاجبكم. انا مطولة في الفيديو شوية عشان انا حابة اقول لكم الطريقة دي واشرح لكم التكات بتاعتي عشان الكيك تبقى ناجحة. طبعا هي مفرولة جدا معايا، ودي برضو من علامات الكيك الناجحة ان هي تبقى مفرولة، ولسه لما تبرد هتلاقيها مفرولة اكتر واكتر واكتر. وده الشكل النهائي للكيك بتاعتي. لو حابين كمان تلونوا الوش ممكن تشغلوا الشواية، بس على العموم انا بحبها كده عشان اولادي بيحبوها بالشكل ده. إيه لو عجبتكم الكيك والوصفة ما تنسوش تعملوا لي اشتراك في القناة ولايك على الوصفة. السلام عليكم.